شهر كريم من رب كريم، ومهما حدث ومهما جرى سنبقى نتوسم في هذا الشهر الخير، وخاصة لأهلنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة، والذي سيكون كل أخبارنا في هذه الجولة والساعة من الزمن في الصحف والمواقع والمجلات العالمية التي تناولت أبرز مستجدات الأوضاع الراهنة في قطاع غزة مع دخول هذا الشهر الكريم دون أفق لإنهاء العدوان، مروراً بالتحالف المناهض للوبي اليهودي في الولايات المتحدة ومطالبات فناني هوليوود في حفل الأوسكار بوقف إطلاق النار في القطاع. فأهلا بكم. نبدأ مع الملف الأول، حيث نستعرض فيه استمرار معاناة الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، تفاقم أزمة المجاعة، وذلك تزامنا مع بداية شهر رمضان. نبدأ مع صحيفة الجارديان The Guardian التي نشرت تقريرا عنوانه اعتدنا تزيين شوارعنا أما الآن فكل شيء حولنا كئيب، لتسلط الضوء على المأساة التي يعيشها أهل غزة ولا سيما خلال شهر رمضان المبارك، مستشدة بحال أحدى العائلات الفلسطينية التي أجبرتها الحرب على مغادرة مدينة خان يونس والذهاب إلى رفح، حيث الخيام المتهالكة والأجواء المضطربة والحزينة. في مقابلة مع إحدى العائلات الفلسطينية قارنت العائلة الفلسطينية بين حالها قبل عام حيث كان بإمكانها استقبال رمضان بالزينة والفوانيس والموائد، أما الآن فحالهم مثل آلاف النازحين الذين أصابتهم ويلات العدوان من الخراب والفقدان والجوع. فاينانشال تايمز قد ناقشت كيف سرقت الحرب وأنهت مسيرة ومستقبل شباب غزة في هذا القطاع. الصحيفة تطرقت إلى قصص لشباب القطاع الذين قضوا نحبهم، وذلك إثر غارات جيش الاحتلال، بعدما كان ينتظرهم مستقبل واعد وآمال كبيرة لهم ولذويهم. أرفقت الصحيفة صورا لمجموعة من الشهداء الفلسطينيين مثل الشهيدة ميسر الريس الذي استشهد في رفقة أبويه في غارة جوية، والشهيد أيضا طارق ثابت الذي رحل عن غزة برفقة العشرات من عائلته، وأيضا الصحفية الفلسطينية الشهيدة آيات الخضر. كل ذلك حال من رحلوا، أما من بقوا على قيد الحياة فهم يعانون أيضا من مستقبل غامض مع تدمير النظام التعليمي وحرمان مئات الآلاف من استكمال مستقبلهم العلمي. صحيفة لوموند قد قالت إسرائيل تريد السيطرة الكاملة على كمية الغذاء القليلة التي تدخل إلى قطاع غزة. أشارت الصحيفة إلى التناقضات الإسرائيلية، فبعد وقف قصير من قصف لمركز توزيع الغذاء التابع للأمم المتحدة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يستعد لإمداد القطاع بالطعام. وكالة أنباء شينخوا الصينية قد تطرقت أيضا إلى المعاناة التي يشهدها مواطنو قطاع غزة في شهر رمضان المبارك، وذلك في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ أكثر من 5 أشهر، مشيرة إلى أن آمال الفلسطينيين تبددت في ظل العراقيل الإسرائيلية أمام التوصل إلى أي اتفاق من شأنه وقف إطلاق النار. مع بزوغ فجر رمضان في شوارع غزة التي تناثر فيها الركام، بدأ الفلسطينيون صلواتهم خارج الملاجئ المؤقتة في اليوم الأول من الشهر الكريم، وبينما شهدت بعض من الزينة الرمضانية مثل الفوانيس خارج خيام اللاجئين والنازحين، لم تكن الأجواء احتفالية بأي حال من الأحوال. تحت عنوان ارتفاع أسعار حفاضات الأطفال بنسبة 600%، التضخم ونقص النقد يفاقمان الألم في غزة، رصدت وول ستريت جورنال الأوضاع الاقتصادية المنهارة في قطاع غزة. الفلسطينيون يستنزفون مدخراتهم، يكافحون من أجل الحصول على الأموال النقدية اللازمة لدفع ثمن المواد الغذائية والأساسيات المحدودة للغاية داخل القطاع. نيويورك تايمز قد قالت في غزة كل شيء صعب، وفي تقرير لرصد حالة النضال من أجل توفير أساسيات الحياة في مدينة رفح الفلسطينية في وسط أيام مليئة بالنضال من أجل تأمين الغذاء والماء والمأوى،
سيطر عدم اليقين على أحاديث الناس. أمامهم خياران، إما أن يبقوا في أماكنهم يكافحون من أجل بقائهم، أو مواجهة مصيرهم القاتم وهو الموت. صحيفة بوليتيكو السياسية الأمريكية تناولت هي الأخرى تدهور الأوضاع في قطاع غزة مع بداية شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أن سكان القطاع استقبلوه بالجوع والآمال المنعدمة. في معايشة رصدتها الصحيفة مظاهر استقبال الغزيين لشهر رمضان، مشيرة إلى أنه لم يعد هناك من يدعو للاحتفال بعد 5 أشهر من الحرب التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 30,000 فلسطيني وتركت معظم أنحاء غزة في حالة خراب. الصحيفة أيضا أكدت أن حياة مواطني القطاع باتت أكثر تدهورا نتيجة نقص الطعام وارتفاع الأسعار، في الوقت الذي تواصل فيه كل من مصر وقطر والولايات المتحدة محاولاتهم للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار والسماح بإدخال كميات كبيرة من المساعدات رغم تعنت الحكومة الإسرائيلية. وينضم إلينا من القاهرة الدكتور عائد ياغي، مدير جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية في غزة، منسق القطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية. لأرحب بي الدكتور معنا على شاشة القاهرة الإخبارية، وأهلا بك دكتور. قد أطلقها منذ عقود محمود درويش على هذه الأرض ما يستحق الحياة، لازال الفلسطينيون يتمسكون بآخر رمق في الحياة دكتور؟ بالطبع، يعني ما قاله محمود درويش ينطبق بالسنوات السابقة وينطبق اليوم وينطبق في المستقبل على جميع الفلسطينيين الذين ما زالوا وسيبقوا يتمسكون بأرضهم وما زالوا يكافحون من أجل البقاء على هذه الأرض. فعلا ما على هذه الأرض ما يستحق الحياة، رغم الدمار ورغم المأساة ورغم الكوارث التي يمر بها أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة على مدار أكثر من 160 يوما حتى الآن من هذا العدوان الإسرائيلي المتجدد، والذي خلف أكثر من حتى الآن أكثر من 31 ألف شهيد وأكثر من 73 ألف جريح، وتدمير غالبية البنية التحتية في قطاع غزة من منازل ومساجد ومدارس ومستشفيات وبنى تحتية وغيره، بالإضافة إلى نزوح أكثر من 1,600,000 مواطن من منازلهم إلى مناطق أخرى اعتقادا منهم إنها آمنة، ولكن لا يوجد أي مكان آمن في هذه الفترة في قطاع غزة. لذلك الفلسطينيين سيبقوا متمسكين بهذه الأرض متجذرين بها. دكتور، في الأشهر الأولى ونحن نتابع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في استهدافاته والأبعاد التكتيكية التي كان يفتعلها بشكل أو بآخر، كان بعيدا عن موضوع الاستهداف بلقمة العيش، بموضوع التجويع، بموضوع المساعدات. اليوم يبدو أنه أصبح الهدف الأساس بالنسبة للمحتل الإسرائيلي. هل ليس لديه سوى هذا الهدف في محاولة لتركيع واستسلام الشعب داخل قطاع غزة؟ يعني ما تقوم به قوات الاحتلال هي أيضا هو جزء من مسلسل طويل بدأته ليس فقط في يعني بعد 7 أكتوبر، هي بدأته منذ اليوم الأول للاحتلال الإسرائيلي وإقامة يعني أنقاض دولتهم على النكبة الفلسطينية في عام 48. هو كما ذكرت جزء من هذا المسلسل الذي تقوم به سواء باعتداءات مباشرة بقتل وقصف وتدمير، أو عبر فرض حصار مشدد على قطاع غزة منذ ما يزيد عن 17 عاما، وأيضا ازدادت شدة هذا الحصار مع بدء العدوان ومنع دخول أي مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة وخاصة إلى مناطق شمال قطاع غزة. كما ذكرت هذا جزء من المخطط وجزء من محاولة إبادة شعبنا الفلسطيني ودفعه إلى الهجرة عن أرضه. لذلك كل ما تقوم به دولة الاحتلال هو يهدف بالأساس هذا لتحقيق هذا الهدف الذي ذكرناه، ولكن هيهات أن تتمكن دولة الاحتلال من تحقيق أهدافها. حتى اليوم ورغم حالة المجاعة التي يعاني منها أبناء قطاع غزة وخاصة مناطق شمال قطاع غزة، إلا أن هناك مئات الآلاف من المواطنين ما زالوا صامدين على أراضيهم رغم يعني انعدام سبل الحياة اليومية ورغم القتل اليومي الذي تمارسه دولة الاحتلال. بالأمس أيضا مساء أمس شهدنا أيضا
مجزرة جديدة ترتكبها قوات الاحتلال في مدينة غزة، عندما أطلقت النار الحي وأطلقت القذائف على آلاف الفلسطينيين المتجمعين لاستلام مساعدات غذائية تحتوي على طعام وغيره في هذا الشهر الفضيل. لذلك هذا كما ذكرت في البداية، هذا جزء من مسلسل كبير وخطوات عديدة لدى دولة الاحتلال لإبادة شعبنا الفلسطيني، وللأسف الشديد يجري ذلك أمام صمت غالبية المجتمع الدولي، إن لم يكن مساهمة أيضا ومساعدة لقوات الاحتلال من قبل هذا المجتمع. في الصمت، المساهمة، التواطؤ، أم أنه في بعض منهم كفاح ونضال؟ أين المنظمات الدولية في هذه اللحظات؟ ولم نعد نتحدث عما يسد الرمق الحياة أو المتطلبات الأدنى بالحياة، أصبحنا في وضع نتحدث فيه أبعد بكثير دكتور، بين هذه المنظمات الأهلية والإغاثية والدولية والأممية. للأسف الشديد ما تقوم به المنظمات الدولية حتى الآن هو شيء بسيط لا يسد الرمق ولا يفي به الحاجة. الاحتياجات كبيرة ومتزايدة يوما بعد يوم. ما نسمعه فقط من هذه المؤسسات الدولية على الرغم من التمويل الكبير الذي يضخ إليها، إلا فقط بيانات وإصدار تقارير عن الحالة الصعبة التي والكارثية التي يعيشها أبناء شعبنا الفلسطيني، ومحاولة تقديم بعض ما يمكن من تقديمه من مساعدات غير كافية للأسف الشديد. هو ليس فقط تواطؤ من المجتمع الدولي، هو أيضا مساهمة كما ذكرت ودعم مباشر لدولة الاحتلال. يجب أن نتذكر بأن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم دعما عسكريا وماليا وسياسيا لدولة الاحتلال. هذا الدعم تجلى سواء عبر صفقات الأسلحة العديدة التي كشف عنها الإعلام في الفترة الأخيرة، والتي تجاوزت أكثر من 100 صفقة، وأيضا الأسطول البحري والجوي بإمداد دولة الاحتلال بالأسلحة اللازمة، بالإضافة إلى المساعدة المالية التي أقرت لها بتمويلها ب 14 مليار دولار، أيضا المساعدة السياسية الغطاء السياسي الذي توفره الولايات المتحدة عبر استخدام حق النقد الفيتو لجميع القرارات التي كانت تطالب وطالبت ب وقف إطلاق النار. ولكن للأسف الشديد حتى الآن الولايات المتحدة ممثلة للدول الغربية ما زالت تدعم هذا الاحتلال، على الرغم من التغير الحاصل في الشارع وفي الرأي العام العالمي اتجاه القضية الفلسطينية والتضامن مع شعبنا الفلسطيني في ظل هذه طب المجازر في هذا التغير الذي كنا نشهده منذ أشهر، وأصبح بشكل أو بآخر يثلج الصدر بأنه موجات عارمة ولم يعد عبارة عن تجمعات، بل هي أصبحت منتديات ومنظمات، وفيها العديد من المستويات المختلفة الفكرية والثقافية وأيضا الجماهيرية دكتور. في هذا البعد الذي نشير إليه، جرائم المحتل الإسرائيلي قائمة طويلة لا تنتهي، ولكن اليوم جريمة التجويع، جريمة المجاعة، ألا يوجد إجراءات ربما تكون سريعة بوقف هذه الجريمة بعيدا عن باقي جرائم المحتل؟ بالطبع كما ذكرنا أن هناك تغيرا في الرأي العام العالمي اتجاه القضية الفلسطينية والتضامن وإدانة هذا الاحتلال، ولكن هذا التغير حتى الآن لم يترجم بخطوات ملموسة من قادة هذه الدول، وما زالت التحركات والعمل مع جميع الأصدقاء ضامنين الدوليين ما زال مستمرا على الساحة الدولية. بالطبع بإمكان محكمة العدل الدولية أن تأخذ إجراءات فورية، وقامت دولة جنوب أفريقيا المشكورة بعد تقديم القضية المشهورة في نهاية العام الماضي، في نهاية ديسمبر الماضي، أيضا من تقديم قضايا مستعجلة بوقف إطلاق النار ووقف القتل، ويعني ضرورة مطالبة دولة الاحتلال بإجراءات ملموسة لوقف هذا التجويع. ولكن للأسف الشديد حتى الآن لا توجد أي قرارات ملزمة لدولة الاحتلال، وما تقوم به بعض الدول من إرسال بعض المساعدات الإنسانية التي مرة أخرى لا تفي بها بالغرض، والتي تحاول دولة الاحتلال إعاقتها
ما يعني ما زالت هذه الكميات بسيطة، وما تقوم به بعض الدول الغربية في هذا الاتجاه هو محاولة منها للتهرب عن المسؤولية القانونية صحيح والأخلاقية عن صحيح. حالة التجويع وحالة دكتور الحصار أعذرني وحالة الإبادة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني. بإيجاز وسريعا في تساؤلي، هنالك من يشير إلى أن الكارثة الغذائية والصحية والإنسانية التي يعانيها أهلنا في قطاع غزة ستتكشف مع الزمن بأبعادها وتأثيراتها، ما الذي يمكن أن نتلمسه مع الزمن من هذه الكارثة؟ يعني حتى الآن تتحدث التقارير عن وفاة بعض الأطفال وكبار السن نتيجة لحالة المجاعة وحالة الجفاف الشديدة التي وصلوا إليها، ولكن الأرقام الحقيقية هي أكثر من ذلك بكثير، وخاصة يجب أن نتذكر بأن العديد من الحالات لا تستطيع الوصول إلى المستشفيات لتسجيلها. لذلك نحن يعني نتخوف من إذا استمرت هذه الحالة وإن عدم إدخال المساعدات والاحتياجات الضرورية من غذاء ومياه وحليب الأطفال، نتخوف من يعني أن يرتفع عدد الوفيات بشكل كبير. ويجب أن نتذكر بأن حالة المجاعة وحالة الجوع الشديد ويعني قلة أيضا نعم يعني مياه الشرب الصالحة ممكن أن تؤثر على الحالة العقلية وخاصة للأطفال منهم، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى حالات إعاقة أيضا جسدية صحيح. وعقلية في المستقبل. عنصر واحد من عناصر متطلبات الحياة الأساسي يمكن أن يعني اختفاؤه أن يحدث كوارث، فما بالنا عندما تجتمع مجمل العناصر الأساسية للحياة والتي يعاني من نقصها الشديد أهل قطاع غزة. أشكرك جزيل الشكر الدكتور عائد ياغي، مدير جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية في غزة ومنسق القطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، على مشاركتك معنا. نتحول إلى الملف الثاني، حيث سنتناول فيه تشكيل تحالف مناهض للوبي اليهودي في الولايات المتحدة الأمريكية. نبدأ مع صحيفة هارست الإسرائيلية، إذ ألقت الضوء على إعلان أكثر من 20 منظمة أمريكية لتشكيل تحالف باسم رفض الأيباك، وهي الحملة الأولى من نوعها ضد الأمور المظلمة لمنظمة اليهودية لمواجهة مجموعات الضغط الموالية لإسرائيل داخل الولايات المتحدة. يخطط التحالف المناهض إلى مكافحة مشروع الديمقراطية المتحدة التابع للجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية وجهودها لتعزيز الدعم لإسرائيل في الحرب على غزة عبر الاستراتيجيات الانتخابية والسياسية والرقمية والتنظيمية. ومع استعداد الأيباك لإنفاق نحو 100 مليون دولار على الانتخابات، قالت رولينج ستون الأمريكية المتخصصة في الموسيقى والسياحة والثقافة الشعبية إن المجموعات التقدمية الأمريكية تستهدف مواجهة الإنفاق الانتخابي المؤيد لإسرائيل. أشارت المجلة إلى اتحاد المنظمات اليسارية التقدمية الأمريكية معا للدفاع عن حلفائها الذين يستهدفهم اللوبي الإسرائيلي، فضلا عن الضغط من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة. مجلة The American Prospect تناولت الإعلان عن تشكيل التحالف المناهض للأيباك، ومشيرة إلى أنه يمثل كتلة مقابلة لنفوذ اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة. قالت المجلة أن التحالف المناهض لأيباك تم تشكيله عبر اتحاد نحو 24 منظمة أمريكية يشتمل على مجموعات عربية وإسلامية ويهودية، مثل منظمة إن لم يكن الآن اليهودية والصوت اليهودي من أجل السلام، فضلا عن ديمقراطيي العدالة في الكونغرس الأمريكي. يهدف التحالف للتصدي لمحاولات استهداف أعضاء الكونغرس المناهضين لسياسة إسرائيل في الانتخابات التمهيدية، فضلا عن وقف الحرب في غزة وإبعاد الحزب الديمقراطي عن أموال أيباك. أما موقع كومان دريمز الأمريكي فقد رصد حركة منظمة حاخامات من أجل حقوق الفلسطينيين لمواجهة منظمة الأيباك في العاصمة واشنطن. أكد أحد الحاخامات على رفضهم الوقوف متفرجين، بينما تشن الحكومة الإسرائيلية حملة إبادة جماعية على غزة باسم اليهود. تطالب حركة الحاخامات بالتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار، وقف التمويل والتسليح غير المشروط لجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يرتكب جرائم حرب.
في تقرير آخر، قد سلط موقع كومون دريمز الضوء على قيام مجموعات يهودية بالاعتصام في مكتب حكيم جيفريز وهو زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي، وذلك احتجاجا على نفوذ الأيباك. وفي إطار تكثيف تركيزهم على جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل ونفوذها في السياسة الأمريكية تجاه الفلسطينيين، نظم التقدميون اليهود يوم الثلاثاء الماضي اعتصاما في مكتب حكيم جيفريز في الكابيتول هيل، وحيث يعد أحد أكبر المستفيدين من أموال لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية. يذكر أن جيفريز يعارض وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وفي أبرز مثال على استهداف مرشحي الحزب الديمقراطي، قالت صحيفة بوليتيكو إن سيناتور ولاية كاليفورنيا ديف مين واجه العديد من الإعلانات الهجومية الممولة من قبل لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية الأيباك. كما واجهت المرشحة الديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا لمقعد مجلس الشيوخ أيضا إعلانات هجومية من اللوبي الإسرائيلي. تشمل الحملة كل من دعا لوقف إطلاق النار أو من انتقد إسرائيل. تعليقا على التحالف المناهض لأيباك، فقد أفاد موقع ذا انتربست الأمريكي أن اليسار التقدمي في الولايات المتحدة يحشد جهوده وينظم صفوفه لمواجهة ما أسماه التأثير المدمر للجنة الشؤون العامة الإسرائيلية المدعومة من المانحين الجمهوريين للتأثير على العملية الديمقراطية وسياسة أمريكا تجاه فلسطين. قال الموقع أنه بعد عقود من تجنب التدخل المباشر في السياسة الانتخابية، شكلت مجموعة الضغط الإسرائيلية الرائدة في البلاد الأيباك لجنتين للعمل السياسي في السنوات الأخيرة أنفقت الملايين على السباقات السياسية. أما من جانبها، فقد استعرضت صحيفة جيروزاليم بوست ما قاله رئيس وزراء حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مؤتمر الأيباك، إذ قال أنه من الخطأ إلزام إسرائيل بمعايير لم يلتزم بها أحد، وذلك لتبرير الحرب على غزة. خاطب نتنياهو من وصفهم بأصدقائه في المجتمع الدولي قائلا إنه من المحال أن يقوموا بدعم إسرائيل بينما يعارضون ممارساتها. تايمز أوف إسرائيل تناولت قيام زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد باتهام نتنياهو وحكومته بإشعال معركة ضد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك لتحقيق مكاسب سياسية داخلية. نصح لبيد مؤيدي إسرائيل ممن حضروا مؤتمر الأيباك في واشنطن بعدم الدفاع عن حكومة نتنياهو. أما صحيفة نيويورك تايمز فقد ذكرت أن منظمة الأيباك اللوبي اليهودي المؤيد لإسرائيل قد تواجه تحديات في ظل الحرب على غزة، فضلا عن التحولات السياسية في الداخل الأمريكي. أشارت الصحيفة إلى انتقادات الديمقراطيين، وذلك لمحاولة اللوبي إسقاط مرشحي الحزب الديمقراطي في الوقت الذي يسعى من أجل تمرير المساعدات لإسرائيل عبر الكونغرس. يذكر أن مؤتمر الأيباك قد حضره نحو 1600 من المانحين والنواب الأمريكيين. ينضم إلينا من برلين الدكتور رضوان قاسم الكاتب والباحث في الشؤون الدولية. أرحب بك دكتور رضوان معنا على شاشة القاهرة الإخبارية. تحركات ليست جديدة في موضوع مناهضة الأيباك، ويعني نستطيع أن نقول أنها منذ عقود وإن لم تكن تظهر بهذا الشكل المكثف والجلي. اليوم ما هو وقعها دكتور ونحن نتحدث عن كل هذه المجريات والتطورات؟ أولا اسمحي لي أن أحييك وأحيي مشاهدي قناتكم الكريم. هذه المظاهرات أو هذه الانقلابات السياسية التي تحصل اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية على اللوبيات الصهيونية الإيباك أو غيره يدل على الانشقاق في الداخل الأمريكي وخارج الأمريكي أيضا حتى في إسرائيل.
هنالك الكثير من التناقضات في التوجهات السياسية لكل من الأحزاب والمذاهب والطوائف، حتى اليهودية بحد ذاتها. نحن رأينا الانقسامات التي اليوم موجودة في إسرائيل بين حريديم، بين المتدينين وبين الحكومة، يعني انشقاقات كبيرة، وهذا يؤثر طبعا على الداخل، اللوبيات الصهيونية الإسرائيلية في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك بالنسبة للوبيات الأخرى، لأن نحن نعرف اليوم أن التناقضات كبيرة ما بين السياسات الخارجية الأمريكية وما بين الداخل الأمريكي، وخاصة أن حتى الأحزاب الأمريكية متناقضة فيما بينها ما بين الجمهوريين والديمقراطيين، وصل إلى قمة وإلى الذروة في الصراعات السياسية في اللوبيات الصهيونية. حتى في الإيباك هنالك يهود من هم مع المحافظون، وهم هنالك يهود من هم مع الديمقراطيون، وهذا الصراع ظهر علنا. فجاءت أيضا اللوبيات المناهضة للإيباك ومناهضة للوبيات الصهيونية التي تتحكم بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية لتطفو على السطح، وكله هذا هو مرآة حقيقية لما يحصل في الداخل الأمريكي عبر السياسات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، وما يحصل في الخارج أيضا على عدم رضا الشعوب على هذه السياسات التي تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة في دعمها لإسرائيل، أكان على الصعيد السياسي أم على الصعيد العسكري أم على الصعيد المالي، لأن الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية ليس على ما يرام. فإسرائيل اليوم أصبحت عبء يزيد فوق هذه الضغوطات التي الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية. من هنا نشهد المواقف للعديد من اللوبيات في وجه اللوبي الصهيوني، وهو يعني الأكبر الإيباك الذي يتحكم في السياسات الخارجية لمصلحة إسرائيل، وهذا إن دل على شيء يدل على عدم رضا ما يحصل اليوم في فلسطين المحتلة تجاه غزة والشعب الفلسطيني في غزة من انتهاكات لحقوق الإنسان والشريعة الدولية وغير ذلك. يعني أصبح طفح الكيل كما يقال في العامية، أنه لا يمكن البقاء أو السكوت على هذه التجاوزات للكيان الإسرائيلي المدعوم من قبل السياسات الأمريكية والخارجية الأمريكية، وحتى من قبل الرئيس بايدن شخصيا. طب لا يمكن إبقاء الوضع العالمي على ما هو عليه، لا يمكن أن تبقى أمريكا وبعض ممن لديهم مصالح معها هي الممسكة بقبضتها على هذا العالم، ولكن نحن ندرك عندما نتحدث عن هذا اللوبي تحديدا أو لوبيات مشابهة دكتور رضوان، نحن نتحدث عن صناعة اقتصاد، صناعة سياسة، صناعة إعلام، نتحدث عن أعلى مستويات تتحكم في كل شيء، ونحن ندرك تجذرها على مدار عقود وكيف تعلم وهي متمرسة بمخاطبة الجماهير. طب ما الذي يمكن أن يزعزعها اليوم؟ ما الذي يمكن أن يسحب هذه القبضة من أمريكا ومن معها؟ أشكرك على هذا السؤال، هذا حقيقة السؤال مهم، وهذا هو الفارق الحقيقي ما بين الماضي وما بين الحاضر في مع اللوبي الصهيوني أو الإيباك الذي كان يتحكم بالاقتصاد للولايات المتحدة الأمريكية ويدير سياسات الولايات المتحدة الأمريكية لمصلحة إسرائيل بالدرجة الأولى، ومن ثم لمصلحة أمريكا على الصعيد الدولي وعلى الصعيد الداخلي. اليوم هل هذا الاقتصاد ما زال كما كان سابقا؟ بالتأكيد لا، هنالك تراجع، هنالك أزمات اقتصادية كبرى في الداخل الأمريكي، لم تعد قادرة هذه اللوبيات على التحكم في الاقتصاد الأمريكي، لأن هنالك اقتصاديات أخرى أصبحت تنافس اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية من الخارج وأيضا من الداخل. هنالك كثير من المؤسسات التي خرجت من الدول الأوروبية باتجاه أمريكا لا تستطيع أن تبقى تحت نفوذ يعني فئة معينة أو مجموعة من الناس، وخاصة أن هذه المجموعات كان لها تاريخ أسود بالنسبة للدول وبالنسبة للعديد من الدول وخاصة على الصعيد الاقتصادي. لهذا السبب بدأت تنفر هذه المؤسسات الكبرى الاقتصادية أو هذا الشارع الاقتصادي الكبير الذي لا يمكن له أن يبقى
تحت سيطرة لوبي معين يتحكم بالسياسات الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية، لأنه أصبح عبء في الداخل الأمريكي أكثر مما هو كان سابقا يدير هذه السياسات براحة بأريحية، ليس هنالك منافسا له. أما اليوم لا، المنافسون كثر، ومع ذلك الاقتصاد يتراجع بشكل كبير، حتى هم اليوم أصبحوا في مأزق. نحن نعرف اليوم الاقتصاد الإسرائيلي خاصة بعد الحصار الذي يعني حصل عليه هو في وضع سيء جدا، وهذه اللوبيات لم تعد قادرة على الدعم المطلق كما كان سابقا. من هنا نفهم لماذا هذا الصراع بين الداخل، بين المؤسسات الاقتصادية الكبرى التي تتحكم بالسياسات الخارجية الأمريكية لصالح إسرائيل. اللوبي الإسرائيلي أصبح ضعيفا عما كان سابقا، أنا لا أقول أنه انتهى، لا، إنما أصبح ضعيفا عما كان سابق، وهنالك لوبيات أخرى تصاعدت بشكل قوي جدا، وبدأ السوق الاقتصادي العالمي يتغير، ليس لمصلحة أمريكا بل على العكس من ذلك. من هنا بدأنا نرى التصعيد أو المواجهة ضد هذا اللوبي الذي كان يتحكم بالاقتصاد الأمريكي. بالتصعيد ضد هذا اللوبي تحديدا دكتور، وحضرتك كما أشرت الصراع هو من خلف الكواليس بين هذه اللوبيات، ومن يظهر على الواجهة هم وجوه أو أسماء. هل ستختلف الوجوه والأسماء سواء كان من الرئيس الأمريكي أو من تم انزياح نتنياهو مع حكومته؟ هل ستختلف هذه الوجوه إن تغيرت؟ لا أبدا. هنالك أمر يجب علينا أن نتأكد منه، أن سياسة العمق الأمريكي، يعني العمق السياسي للولايات المتحدة الأمريكية، هو له ركيزة أساسية لا يمكن الخروج عنه، لأنه إذا خرج انهار الهرم الأمريكي إذا صح التعبير. الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية مرتكزة على ثلاث أنماط أساسية: أولا الاقتصاد، ثانيا العسكرة وهي القوة العسكرية، وثالثا السياسة. وهذه الثلاث، هذا الثلاثي أو الثالوث الأساسي للسياسة الأمريكية بيد اللوبيات الصهيونية. التراجع اليوم الأمريكي هذا يحتاج يعني كثير من الوقت حتى نستطيع أن نقول إذا تغير الرئيس من هنا أو مسؤول من هناك ممكن أن تتغير السياسات، لكن بالوقت الحاضر هذه اللوبيات متمسكة بشكل كبير جدا في العمق الأمريكي على الثلاث صعد الأساسية كما ذكرنا. إضافة إلى مسألة مهمة، أن تغيير الأشخاص لا يعني أن تغيير السياسات للولايات المتحدة الأمريكية. يبقى هامش للرئيس أن يتحرك هنا أو هناك في مجال ما، لكن بشكل عام السياسة الأمريكية ترسمها يعني خليني أقول المهندسون السياسيون في الداخل الذين لا يظهرون على الشاشة، هم من يقرروا. مثلا على سبيل المثال مؤسسات العسكرية، الشركات للصناعة العسكرية لها دور أساسي وكبير في سياسات أمريكا. أقدرت اليوم أن تخرج من ظلماتها وأن تكون يعني بالعلن هذه المؤسسات دكتور مع هذا الصراع الذي يحتدم، وأصبحت اليوم تظهر أكثر قوة وضغط مع مجموعات الضغط من أجل مرشحيها ومن أجل أن تقول أننا مستمرون في الدعم، أصبحت اليوم بالعلن أكثر؟ تماما. هذا ما أريد أن أصل إليه، أن الشركات الأساسية التي تتأثر هي بالسياسات الأمريكية على الصعيد الدولي بدأت تلعب الدور الأساسي في توجيه السياسات الأمريكية، لأنه هذا يشكل خطرا عليها. من هنا نفهم لماذا حظوظ ترامب اليوم متجهة أكثر بكثير مما هو بايدن، لأن المؤسسات التجارية تعرف أن بايدن رجل تجاري، رجل بيزنس مان كما يقال، ليس سياسيا دبلوماسيا كثيرا، هو يتعاطى على الصعيد المادي، وهذا ما يفيد هذه الشركات وهذه المؤسسات الاقتصادية الكبرى. من هنا نعرف أن اليوم عندما تتحدث هذه المؤسسات الاقتصادية بقوة وتفرض سيطرتها وتفرض شروطها على السياسة الأمريكية، لأنها تعرف أن سياسات الولايات المتحدة الأمريكية للرئيس أو لحكومته أصبحت تشكل خطر عليها. من هنا تظهر إلى العلن وتفرض وجودها أكثر مما كان سابقا، لأنها كانت سابقا خلف الستار. اليوم لا، أصبحت الأمور واضحة. أنا أعطيك مثل بسيط جدا حتى على صعيد الأدوية
هي صناعات أمريكية أساسية. عندما شعرت أن في مكان ما أن هنالك خطرا عليها في موضوع كورونا، إذا تذكرون على يعني في هذه المرحلة عندما شعرت أن هنالك خطرا عليها بإيجاد أمصار وأدوية وغير ذلك يؤثر من الخارج، يؤثر على سياستها وعلى اقتصادها، انقلبت الموازين وبدأت تفرض شروطها على الولايات المتحدة الأمريكية لأن لا يكون هنالك تصنيع لأي أدوية إلا بإدارة أمريكية وبإشراف أمريكي. هذا يعني أن هذه المؤسسات الاقتصادية الكبرى العسكرية وغير العسكرية هي التي تفرض سياستها على الولايات المتحدة الأمريكية. في هذا الصراع وهذه الانقسامات اليوم مجرد بارقة أمل دكتور، أم أننا يمكن أن نلمس شيئا؟ عفوا، في هذه الصراعات التي والانقسامات التي نتابعها ضد اللوبيات، هل هي عبارة فقط عن بارقة أمل أم أن هنالك ما يمكن أن نلمسه؟ لا، بالتأكيد هنالك بارقة أمل في مسألة مهمة، أنه هذا لن يتبقى في الداخل الأمريكي. يعني هذه القوة الاقتصادية لم تعد يعني فقط محصورة ومتخصصة في أمريكا، هنالك الكثير من الدول الصاعدة اقتصاديا مثل الصين وروسيا وغيرها أصبحت اليوم تضاهي الضغوطات أو بالأحرى الاقتصاد الأمريكي، وهذا مما يجعل الضغط الأمريكي أقل قدرة عما كان سابقا. من هنا نفهم أن لماذا اليوم الصراع الأمريكي الصيني كبير وكبير جدا، لأنهم يعرفون أن الخطر الصيني الاقتصادي سيؤثر على هذه الشركات وسيلغي الفعالية للولايات المتحدة الأمريكية أن تفرض سيطرتها وتفرض شروطها على كافة الدول العالم. ولذا أول صراع رأيناه اليوم على العلن في موضوع تيك توك مثلا، هذا موضوع عادة ليس له تأثير كبير في السياسة لكن له تأثير كبير في الاقتصاد. فمن هنا بدأت تشعر الولايات المتحدة الأمريكية الخطر يداهمها اقتصاديا، وهذا مما يجعلها أقل قدرة وأقل قوة من أن تفرض سيطرتها على العالم. وبهذا المنحى نحن نقول عندما نتحدث عن عالم متعدد الأقطاب ليس بالقوة العسكرية فقط بل الاقتصاد، وهذا هو الحقيقة الصراع الحقيقي القائم بين دول الكبرى اقتصاديا. ولذا طيب عندما نتحدث عن الاقتصاد يا دكتور، جميع الأقطاب تصب في خانة مصالحها، شئنا أم أبينا، في مسار مصالحها الاقتصادية الجيوسياسية، اتفاقياتها، تفاهمها، حتى وإن كان هنالك هذا الانشقاق القطبي أو متعدد الأقطاب. مع هذا إن كنا نتحدث عن من سيظهر أو سيكون هنالك حراك على المستوى الدولي أو المستوى العالمي من الناس، من الأكاديميين، من المثقفين، ممن كانوا في عقود سابقة هم من يحملون شعلة نوع من التنوير أو الوعي، اليوم أصبحت النسبة الأكبر قد ذهبت إلى آخر الطريق في موضوع أننا أصبحنا في التفاهة والاستهلاك والسطحية. هل الإرجاع أن نرجع هؤلاء الناس بمعركة وعي، بمعركة تنوير، أصبحت الأصعب اليوم في هذا الوضع الذي نشاهده وفي هذه الحياة التكنولوجية؟ يعني حقيقة مسألة التنوير هذه ومسألة المثقفين وصاحبي الاختصاص في إيضاح وتسليط الضوء على الأساسيات وعلى المهمات الواجبة عليها في الرأي العام والدولي، وهي مسألة ضرورية ومهمة، ودور الإعلام في هذا دور أساسي ومهم. لكن هذا يحتاج إلى يعني أيضا سعي كبير وجهد كبير، لأننا نحن نعرف أن اليوم هذا يعني ضمن أطر معينة لا يسمح بها كثيرا، وخاصة أن الفرص في هذا المجال صعبة للغاية، صعبة المنال من خلال الوسائل التي يمكن أن نتحدث عنها، أكان في الإعلام، أكان في وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. هذه الثقافة التي نعيشها اليوم أو بالأحرى هذا الوعي الذي يجب علينا أن نبينه للعالم، رغم أن العالم أصبح مستعدا أكثر من أي وقت آخر لاستيعاب أفكار ورؤى جديدة تقود هذا العالم، إلا أننا محصورون ومقيدون بالوسيلة. يعني الصوت هل يصل من خلال حرية مطلقة أم أنه مقيد؟ من يتحكم بالوسيلة يا دكتور رضوان؟ من يتحكم بالوسيلة
وإلى أي درجة يمكن أن توصلها، لأي مستوى أو يعني الشرائح التي يمكن أن تصل إليها هذه الوسيلة. أشكرك جزيل الشكر دكتور رضوان قاسم الخبير والكاتب السياسي، شكرا على مشاركتك معنا. ختاما نذهب إلى ملفنا الأخير، إذ ارتفع صدى صوت أهل غزة إلى العالم عبر دبابيس صغيرة صبغت باللون الأحمر، حاملة رسالة للضمير العالمي من أجل وقف الحرب على غزة، ووضعها نجوم حفل الأوسكار على صدورهم. على السجادة الحمراء للأوسكار دبوس أحمر لوقف إطلاق النار في غزة، كان هذا عنوان تقرير لصحيفة نيويورك تايمز لتسليط الضوء على حراك فناني هوليود الداعمين لإنهاء الحرب في القطاع. تم ارتداء الدبابيس من قبل مجموعة فنانون من أجل وقف إطلاق النار، هي مجموعة من المشاهير وأعضاء صناعة الترفيه الذين وقعوا على رسالة مفتوحة تحث الرئيس بايدن على الدعوة إلى وقف إطلاق النار. من بين الموقعين البالغ عددهم 400 شخص المغنية بيلي إيليش والممثل مارك روفالو، بالإضافة إلى كيت بلانشيت ودريك وجينيفر لوبيز. أما موقع أكسيوس فقد أبرز قيام نجوم الأوسكار بالسير على السجادة الحمراء مرتدين دبابيس لوقف إطلاق النار في غزة. يرمز الدبوس الأحمر إلى الدعم الجماعي لوقف فوري ودائم لإطلاق النار والإفراج عن جميع المحتجزين وتوصيل المساعدات الإنسانية العاجلة للمدنيين في غزة، وفقا لبيان صادر عن مجموعة فنانون من أجل وقف إطلاق النار. لا تستخدموا يهوديتنا والهولوكوست لتبرير حرب غزة، كان هذا عنوان افتتاحية تايمز أوف إسرائيل لتسليط الضوء على خطاب المخرج اليهودي جوناثان غلايزر عند استلامه جائزة الأوسكار. وصفت الصحيفة خطابه باللحظة الأكثر إثارة للجدل في حفل توزيع جوائز الأوسكار، حيث قال: إنه والعديد من اليهود يعارضون الاستيلاء على يهوديتهم من قبل الاحتلال، احتلال أدى إلى صراع راح ضحيته العديد من الأبرياء. في مقال للرأي قالت الصحفية والكاتبة ومؤلفة الأفلام التسجيلية نعومي كلاين إن فيلم هو محط الاهتمام أو عذراً منطقة الاهتمام يدور حول مخاطر تجاهل الفظائع بما في ذلك قطاع غزة. أضافت كلاين أنه كان خطاب المخرج اليهودي جوناثان الذي وصفته بالشجاع قد جعل البعض يشعرون بعدم الارتياح، فلقد كان هنالك أو كان ذلك الهدف من الخطاب هو عدم الارتياح، ألا وهو أن يشعر أي شخص بأنه غير مرتاح إذا استمرار العدوان على غزة. مجلة فانيتي فير الأمريكية المختصة بالثقافة الشعبية والموضة والسياسة قد شرحت أسباب الجدل حول خطاب الأوسكار للمخرج اليهودي جوناثان غلايزر، وقالت المجلة أن غلايزر قد نال الثناء ورد الفعل العنيف حين هجم الاحتلال الإسرائيلي باختطاف مظلومي اليهود أو مظلومية اليهود عبر ارتكاب جرائم في غزة، وذلك أثناء قبوله جائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي. أما صحيفة نيويورك بوست فقد هاجمت حراك فناني هوليود الداعم لوقف إنساني لإطلاق النار في غزة. اتهمت الصحيفة الفنانين بمعاداة السامية وذلك جراء وضعهم لدبوس داعم لفلسطين، وصفة إياهم بداعمي الإرهاب. جيروزاليم بوست استعرضت قيام المخرج اليهودي البريطاني جوناثان غلايزر الحائز على جائزة الأوسكار عن فيلم منطقة الاهتمام بالهجوم على الاحتلال الإسرائيلي وتجرده من الإنسانية في الحرب على غزة. يذكر أن فيلم منطقة الاهتمام يجسد نمط حياة عائلة قائد معسكر الاعتقال النازي أوشفيتز، وذلك في منزله المتاخم للمعسكر.
وقد شهد حفل توزيع جوائز الأوسكار 96 لعام 2024 الذي تنظمه أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، شهد حراكة مؤثرة من فناني هوليود من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقد أدان المخرج اليهودي جوناثان غلايزر الحائز فيلمه منطقة الاهتمام على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، متهما الاحتلال الإسرائيلي باختطاف الديانة اليهودية لتأجيج الصراع في المنطقة. أعلن تبرؤه من ذلك. For the ongoing attack on Gaza, all the victims of this dehumanization. دبوس أحمر صغير به يد مفتوحة مخططة بالأسود وقلب برتقالي في وسطها يزين ملابس عدد من نجوم هوليوود داعيا لوقف إطلاق النار في غزة، فيخطف الأضواء في حفل توزيع جوائز الأوسكار. رسالة سياسية ينطلق صداها من حفل منظمة أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة بالولايات المتحدة لتدق نذير الأهوال الجارية في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، كي تلفت انتباه العالم إلى جريمة الإبادة الجماعية الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني. يا رب اتقبلهم يا رب. العدوان الوحشي على غزة دفع نجوم هوليوود من أصحاب الضمائر الإنسانية لتشكيل حركة فنانون من أجل وقف إطلاق النار، غير عابئين بهجوم اللوبي الإسرائيلي ذي النفوذ الضخم في صناعة السينما الأمريكية وقدرته على اغتيالهم معنوية وإنهاء مسيرتهم الفنية. منطقة الاهتمام، فيلم المحرقة الحائز على الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي رسم مقاربة لجرائم النازية في معسكر أوشفيتس، فتراه كأنك ترى الأحداث في غزة، فبينما يعيش قائد المعسكر وعائلته في رغد ونعيم في منزلهم ذي الحدائق الجنات، تصدح أصوات المعذبين داخل المعسكر النازي. تشابهت الصور بين الماضي والحاضر، ففي معسكر غزة المحاصر من قبل الاحتلال الإسرائيلي تدوي صرخات المعذبين المكلومين وتنتشر رائحة الموت في الحواري والأزقة. ويقف العالم عاجزاً عن وقف المأساة الإنسانية بحق أطفال غزة ونسائها. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من رام الله نافذ الرفاعي الأمين العام السابق لاتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين. أرحب بك معنا أستاذ نافذ على شاشة القاهرة الإخبارية. يعني دبوس، ولكن عناوينه وما يحمله ورسائله كبيرة جدا. ألا يغامر اليوم فنانون على هذا المستوى بهوليوود بكما أشرنا إلى اغتيال معنوي من اللوبي اليهودي فيما يفعلونه؟ أستاذ نافذ، أستاذ نافذ إن كنت معنا كنت أسأل عن فاعلية هذا الدبوس الذي ارتداه العديد من فناني هوليوود ومغامرتهم باغتيال المعنوي من قبل صناع هوليوود من اللوبي اليهودي. إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال مع الأستاذ نافذ الرفاعي الأمين العام السابق لاتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين، والذي كان معنا في هذا الملف الأخير. وبالعودة إلى التحالف المناهض لأيبك، يطالب ائتلاف أمريكي باسم أرفضوا أيبك الرئيس الأمريكي جو بايدن ومسؤولين آخرين بالحزب الديمقراطي بعدم قبول تأييد أو مساهمات مالية من اللوبي المؤيد لسياسات الإسرائيلية. يدعو الائتلاف المناهض الحزب الديمقراطي لرفض هذه المنظمة إلى الأبد. تخلصوا من إيباك لعدم تقويض الديمقراطية، شعار رفعه تحالف مناهض لإسرائيل
مشكل من جماعات تقدمية أمريكية لوقف نفوذ لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية في الولايات المتحدة. حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال على غزة كشفت بعضاً من المسكوت عنها في السياسة الأمريكية، ما دفع دعاة السلام ومناهضي الحرب والاحتلال الإسرائيلي إلى تنظيم صفوفهم وتشكيل حراك لوضع حد للتدخل التاريخي للوب الإسرائيلي في رسم ملامح السياسة الخارجية للبلاد. مجموعة من 25 منظمة عربية وإسلامية ويهودية بما في ذلك لجنة ديمقراطيي العدالة وحركة إن لم يكن الآن اليهودية والصوت اليهودي من أجل السلام، فضلاً عن مشاركة عضو مجلس الشيوخ الأمريكي بيرني ساندرز، دشنت تحالفاً مناهضاً لما أسمته بالأموال المظلمة لإيباك. والأموال المظلمة هي تلك الأموال التي تتلقاها المنظمات غير الربحية من المانحين وتنفقها للتأثير في الانتخابات، ولا يطلب منها الإفصاح عن الجهات المانحة. الائتلاف المناهض أعلن عن حملة دفاعية انتخابية ستتكلف ملايين الدولارات من أجل الدفاع عن عضوات الكونغرس الديمقراطيات التي يقعن في مرمى نيران اللوبي الإسرائيلي لمناهضتهن إياه. منظمة إيباك تستهدف إنفاق 100 مليون دولار لدعم الحملات المناهضة للمشرعين الذين ينقذون إسرائيل، ومن ثم إبعادهم عن الكونغرس الأمريكي في الانتخابات المقبلة، فيما يخطط الائتلاف كذلك للضغط على أعضاء الكونغرس من أجل المطالبة بوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة وإيقاف الدعم الموجه لإسرائيل، إضافة إلى التوقيع على تعهد ديمقراطي برفض التبرعات التي تقدمها لجنة إيباك للمرشحين، داعياً الحزب الديمقراطي لرفض منظمة إيباك إلى الأبد. هو دبوس يقف في وجه أموال وسلطة وصواريخ وأسلحة وعتاد وأيضاً عدوان، ولكن قوته هذا الدبوس الذي كنا نتحدث عنه بمن هم وراءه ومتمسكون بإنسانيتهم من أجل قضية محقة. بهذا نصل وإياكم مشاهدي القاهرة الإخبارية إلى هذه الجولة على العديد من الصحف والمواقع العالمية التي رصدت ما يحدث في قطاع غزة واستمرار معاناة أهلنا في داخل القطاع. أشكر لكم طيب متابعتكم، ألقاكم بخير.